أكتو كونسو. في أكتو كونسو موضوعنا يهم الغلة، الغلال اللي برشا متوانسة يقولوا أنه الغلة مرتفعة الأسوام، قبل كان المعروف على الصيف أنه ربما التوانسة عندهم نزعة نحو الغلة أكثر من الوجبات الغذائية، ربما ساعات تستأثر الغلة الأطباق التونسية حتى أكثر من الوجبات الغذائية. لكن توا برشا توانسة يقولك لا، أسعارها راهي مرتفعة ما عادش نقدروا عليها. في المقابل فما تراجع لصادرات الغلال، ناخذ فكرة على شنو الموجود وشنو عنده علاقة بالأسعار مع سانيس خرباش عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري. أهلا وسهلا ومرحبا بك سانيس. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك المستمعين. مشكور جدا على التدخل معنا. إذن الغلة اليوم التونسي كما كنت نقول الصيف متسمي على الغلة، لكن برشا توانسي يقول لك أسعارها مرتفعة ما عادش النجم نخلطوا عليها. خلينا نكون واضحين، نحن نبهنا لهذايا وعلى الأقل عنا 5-6 أشهر وقلنا ياهو اليوم مش نلقاو أسعار متاع غلة لربما مرتفعة شوية وفما نقص في الإنتاج. يعني الأزمة اليوم في الأصل أزمة إنتاج اليوم بحكم التغيرات المناخية، واللي هو العنصر الرئيسي لنقص الإنتاج في العديد من الغلال، سواء الغلال اللي معناه متأتية من الأشجار المثمرة كيما الخوخ كيما المشماش كيما العوينة، فما نقص في الإنتاج لأنه العديد من المساحات ما خدتش ماء. الفلاح اللي عنده 3 و4 هكتارات اليوم مشى صبر معناها شجره الكليكي خلى متاع كتير باش ينجم يوفر هذاك الماء للكتار هذاك، وعلى الأقل ما تتفرش الغلة الكلها وينجم ينقذ معناها جزء من الصابة. وفي صورة ماء الغلال الأخرى كيما الدلاع كيما البطيخ كانت عنا ذروة إنتاج متاع الدلاع في جوع سناء عكس السنوات الماضية. في الأصل ديما ذروة الإنتاج متاع الدلاع تكون في جويلية، لكن سناء أول شيء بعض الفلاحة اللي عندهم شوية ماء مشاو زرعوا بكري باش يقول لك ما يدخلش علي السيف وما نقعدش نسقي فيه في جويلية وفي أوت. وفي نفس الوقت كي جاتك الأمطار متاع شهر ماي خليت اللي انه معناها الدلاع يتروى بالبداء، الصابة تم معناها تحضر وتنضج وحضرت كلها في جويلية، وريتوا انتم الاسعار في جويلية في جوا متاع الدلاع وصلت حتى شي 500 ملي. ايوه، وبدات ترجع ترتفع لانه الصابة الكلي كي طاحت ما بعدها في جوا، بالرغم اللي كما قلت لكم فما نقص متاع مساحات في جويلية بدات ترتفع الاسعار، وبدينا نشوفوا لانه الدلاع رجع لمعدل يبيع فيه الفلاح بدينار او حوالي دينار، معناه يلزمك تلقاه في الاسواق نتاع 13% 14% 15% في اقصى حد. هذا هو لهنا هكا مش يحس المواطن اللي انه فما ارتفاع في الاسعار وفما اسعار نتاع غله ماهيش كيما العاده وماهيش كيما عملاو، والارتفاعات نجم تكون حتى 30 و40% مقارنه بالسنه الماضيه، اللي هو السبب الرئيسي كيما قلت لكم التغيرات المناخيه، نقص الامطار، نقص المياه في السدود، خلاتنا اللي انه تقلص على الاقل نتاع 15-20% في المساحات اللي وقع زرعها، وهذا هو بيدو اللي ادى الى نقص التصدير في العديد من الغلاء، لانه اليوم اذا المساحات نقصت والا فما مساحات فضلت معناها اصحابها الفلاحين نتاعها باش ما تنتجش الشجره ديك خوخ ولا عوينه ويخلوا فقط معناها كان الام الرئيسيه باش يحافظوا عليها فيما يخص النقص نتاع المياه. دونك ما فماش كميات كبيره باش تمشي للتصدير، وبس اللي موجود معناها ينجم يكفي لنا حاجيات نتاع البلاد. اذا خلينا نزيدوا نرجعوا على حاجه واضحه، ياهو ديما تبقى الأسعار اللي قاعدين نشاهدوا فيها الآن في الأسواق وعند التجار التفصيل بالنسبة لنا نحن نعتبروها أسعار مشتة كاتحاد تونسي في حصيل البحر وكفلاحين، لأنه مش هذيك الأسعار اللي قاعدين نبيعوا بها. واليوم نبهنا برشا إلى ملف مسالك التوزيع، إلى ملف اللوبيات اللي قاعدة تحتكر في الإنتاج وتضخ فيه عبر مسالك ملتوية وقاعدة تحقق في هوامش ربح خيالية في بعض الأحيان. ياهو اليوم معناه كي نقول أنا الدلاع صحيح طلع سومه شويه ويبيع فيه الفلاح بدينار ما يزموش يفوت 13-14% بالتفصيل، وكي نقولوا ياهو الخوخ وصلنا بريود في اول جوع وصلنا نبيع فيه الفلاح بدينار وب 13% يلزم تكون الاسعار نتاعو في حدود 2000، اليوم قاعدين نروح في خوخ معناه ب 4500 وب 5000 وب 6000 في بعض الاحيان وفي بعض المناطق الراقيه،
يا واليوم هالهوامش الربح اللي مقدرتها وزارة التجارة لا تحترم، مناشير وزارة التجارة لا تحترم، الرقابة الاقتصادية باللي قائم بدورها لكن تبقى منقوصة حتى على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الناس اللي تراقب في كل الجهات. واليوم المحتكرين وبعض تجار التفصيل اللي قاعدين مهمش يتقيدوا بالتسعيرات القانونية وقاعدين معناها يحقوا فيها هوامش ربح كبيرة في سويعات، مقابل الفلاح ياخذ السيكل نتاعه 4 و5 و6 شهور باش ينتج وما يحققش هامش ربح لا يتعدى 10 و15%. إذا هذه الوضعية اليوم بالنسبة لقطاع الغلال اللي كما قلت كنت نبهته قبل بمدة لأن الوضعية هذه تنجم نصلولها بسبب التغيرات المناخية، في الأثناء كان نجم ناخذ فكرة على الأقل تقديرات أولية على الموسم القادم على مستوى الأسعار فيما يتعلق بالمواسم القادمة بالنسبة للغلة. هو المواسم القادمة معناها توكي نحن مش تكون فما مناطق انتاج تدخل معنا تطور الانتاج في اواخر جويليه كيما الدلاع والبطيخ في مناطق مجاز الباب، مناطق ماطر وكالشيرات الفوقانيه. ان شاء الله مش يكون فما معناها انتاجيه باهيه متوقعه وكل شيء، وان شاء الله معناها مش نكفوا للاسواق بصفه عامه. كمام على مستوى ثابت العنب، نحن معناها على ابواب ثابته العنب سواء عنب التحويل والا حتى العنب الطاوله معناها اللي يتباع بالتفصيل، معناها الصابة من المنتظر انها مش تكون صابة محترمة، صابة باهية تكفي حاجياتنا تكفي حاجيات البلاد. والأسعار ولكن الأسعار ديما مش نشهدوا على الأقل فما زيادة بين 10-20% مقارنة بالسنة الماضية، وكما قلت لكم هو تقلص بعض مناطق الإنتاج بسبب نقص المياه أو معناها بسبب الغلاء الفاحش سامحوني انا في الكلمه نقوله نتاع المواد الفلاحيه والمستلزمات الفلاحيه. فما ادويه اليوم ومواد فلاحيه زادت حتى 100% اليوم، مش كارت البوتاس اللي كنا نشرو فيه عملاول ب 120 وب 130 دينار السنه وصلت ل 250 دينار، يعني تضاعفت التسعيره نتاعها. هذا اللي يخلي كلفه الانتاج ترتفع على الاقل ب 20% مقارنه بالسنه الماضيه. ولهنا زاد نحبوا حتى معناها دعوه لوزاره الفلاحه ووزاره التجاره لمقاربه معناها متابعه والتحكم في الموردين هذوما نتاع الادويه نتاع المواد الفلاحيه ومتابعتهم هل فعلا معناها الاسعار ارتفعت حتى على السوق العالميه بالدرجه اللي ارتفعت بها داخليا. ويلزم اليوم الوقوف الى جانب الفلاحين بالاخص في معضله المياه، يلزم الذهاب الى مشاريع جديده نتاع استعمال المياه المعالجه على الاقل في زراعه الاعلاف وفي زراعة الحبوب باش الماء الآخر العادي يبقى للغلة يبقى للخضرة يبقى للخضروات. الصيف هاكم ريتو توكي فما ارتفاع كبير درجة الحرارة ويكون عنده تأثير ياهو، ونحن توكي اليوم معناها على غرار صابة الطماطم ان شاء الله معناها السنة عندنا صابة محترمة أقل شوية من عملاول لكن محترمة وتكفي حاجيات البلاد. وهاكم ريتو حتى الأسعار متاع الطماطم السنة معناها في الأسواق الطماطم الفرشكة كانت أسعار جد معقولة وأرخص حتى من عملاول، والكيلو طماطم قاعد يتباع تو معناها عند الفلاح ب 500 مليم 550، يلزم يكون عند المواطن 800 و900 مليم، اللي نحن نعتبروها أسعار جد معقولة. بالأخص بعد غلاء معناها المستلزمات والأدوية والمواد الفلاحية ونقص مياه الأمطار. مشكور جدا ساني صخر باش عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري على كل هذه التوضيحات. رجعنا معه على أسباب ارتفاع أسعار الغلة بسبب التغيرات المناخية، ناس كل يقول لنا علاش سبب أنه فما برشا ناس لاحظت ارتفاع أسعار الدلاع، موسم جاي نتاع العنب يقول لنا الكميات باش تكون متوفرة لكن الأسعار ممكن تكون مرتفعة نوعا ما. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة، من بعد شوية باش يكون الموعد في وقيت حلو.